والأهلي ينتخب. الأهلي عندما ينتخب فإنه يحرص دوما على أعلى درجات الشفافية والممارسة الديمقراطية، يتيح الفرصة لكل الأعضاء، وأيضا يشرك جماهيره معاه حتى في هذا الحدث الشعبي الكبير. الجمعية العمومية للنادي الأهلي على موعد مع الانعقاد 25 و 26 نوفمبر الجاري، بعد ما مجلس إدارة النادي كان وجه الجمعية العمومية للانعقاد وفتح باب الترشح في 16 أكتوبر، السبت 16 أكتوبر فتح باب الترشح لتقدم كل أعضاء النادي أو من يرغب من السادة أعضاء النادي في الترشح، ثم أغلق باب الترشيح بعد ما استمر تلقي الطلبات لمدة أسبوع، ثم انتهى الأمر إلى قائمة من المرشحين هتتابعوها حضراتكم، وهتتابعوا أيضا من خلال الأهلي ينتخب استضافة كل السادة المرشحين تباعا علشان تتعرفوا على كل أفكارهم ورؤاهم وأيضا كل طموحاتهم مع الأهلي وجماهيره. بداية يعني زي ما قلت لكم قبل الفاصل، ضربة البداية لابد أن تكون على مستوى الحدث، وأيضا لابد أن تكون أو لصاحبها القدرة على قراءة أو استشراف معالم كثيرة في سطور لم تكتب بعد. عشان كده أعتقد كان الحرص في محله على استضافة الكاتب الصحفي الموسوعي الأهلاوي الكبير الأستاذ حامد عز الدين. مساء الفل يا أستاذ حامد. مساء النور يا إبراهيم، وكل سنة وجمعية الأهلي العمومية بألف خير. منورنا ومشرفنا، وكل جمعية وأنت طيب، وكل دورة انتخابية وأنت بخير. والله أنا يعني من الحرص جئت متألما. أيوة. لأنه هي المرة الأولى اللي أنا بخرج فيها بعد وعكة صحية كده كانت سريعة والحمد لله. الحمد لله على السلامة. فلمن أخرج بألمي ما لم يكن للأهلي ولجماهير الأهلي ولأعضاء الأهلي، لأنه اليوم يوم مهم، وبداية ضربة بداية زي ما حضرتك تفضلت وقلت لفترة إن شاء الله تاريخية رائعة تنتهي بأعمال الجمعية العمومية الأهلوية الجديدة.